حبيب معلم. أؤمر. لأي ساعة بتضلوا بالغداء؟ الساعة 4 غدا يعني؟ غدا بوفيه مفتوح يا فندم. كامل؟ كامل اتفضل. تمر وب 15 جنيه؟ 15 جنيه يا فندم تحت امرك. على الفرد؟ على الفرد الواحد. وقد ما اكل قد ما اكل يعني ما في؟ 15 جنيه سيد. شو مكان؟ اي اللي انت عايزه، حمام، بط، وز، اللي انت عايزه. و 15 جنيه. ولحمة وبيتزا كل اللي انت عايزه، كل اللي في دماغك. تحت امرك. جو عائلي؟ عائلي تفضل. لانه بدي اجيب العيله هلا ليكن هون على اساس نفوت على هداك المطعم. تحت امرك. هداك شوي غالي. لا تحت امرك، احنا هنا ب 15 جنيه الغدا وفي مفتوح. طيب يلا بس لما يجوا. ماشي يلا. تحت امرك. اهلين يا هلا. بندق تفضلوا. خلي الوضع طبيعي طبيعي. مرحبا يا فندم. اهلا بحضرتك. العيلة بس مشان نحكي لك. أمور يا فندم. العيلة اجوا مشان اذا بدنا يتغدوا. 15 جنيه، كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 6 وانا 7. ثواني طبعا يا فندم، انده للمتر. 7 الصغير ما بتاخذوا عليه يمكن ما؟ انا تحت امركم بس انده للمتر بس عشان الاستاذ عزي بغدا هو والعائلة بتاعته. الاستاذ عزيز بغدا ولا شو بدك؟ خير يا استاذ. بس نفوت نتغدى. سالته للشاب قلت له حجيب العيله وعفوا قرب لهون. العيله بدهم يتغدوا هون. عليك مين؟ عيلتي قرايبيني واولاد اخت واولاد خالتي بدهم يتغدوا وسمعنا ب 15 جنيه. 15 للي زيي وزيك. مش اللي زي دول. 15 لا ما بياكلوا كتير ليكو عامل احتياطي يعني. لا السوم مسدوده. لا جمبري ما ينفعش. لا في سمك ولا في جمبري. قال لي الشاب عندكم جميع انواع الاكل. ما فيش. قلتوا 15 غداء حتى الاشباع يا عم احمد. سيني اليوفط. ما فيش يوفط حبيبي. طول بالك. ما بقدر شيء يوفط. العرض فوتوا بتاكلوا بس ما تاكلوا كتير. نص اكل نص بطن يا عمي. لا نص ولا ربع ولا في اكل خالص. قفلنا المطعم. قفلنا المطعم خلاص. 7 ونص 7 ونص يا عم. ما فيش حاجه من دي. ما فيش حد هيخش ولا حاجه. ولا حد هيخش هنا خالص. صاروا واصلين. يا عمي انا بحل ازمه اقتصاديه. جاي انت تعمل لي ازمه؟ خد العيله واتكل على الله. شيل يا احمد شيل. العرض خلص خلاص. ما فيش عرض. هلا اسمع. طيب في عشاء حتى الاشباع؟ لا ما فيش. فطور ولا فطور ولا غدا ولا حاجه خالص. واذا ما مشيتوش هجيب لكم البوليس. مفهوم؟ شو بدكم تاكلوا؟ بيتزا. اي حاجه. بيتزا. ما فيش حاجه. انا ما عنديش اكل. ماشي. ما عندناش اكل خلاص. هو في ايه؟ لا يا جماعه زلمه هلا بيركز لنا طاوله وبيقعدنا. طاولة ايه بس؟ طاولة ايه؟ اقول لك على حاجة. اقول لك على حاجة يا ظريف. في جنبنا مطعم هنا عامل عرض ب 10 جنيه. روحوا. ما خلينا مطعم. ما حدا فوتنا. يعني انتوا ما خليتوش ولا مطعم وجايين لنا؟ لانه هون 15. حرام عليكم. حتى الاشباع. دول لو دخلوا مش هياكلوا الاكل ده. هياكلوا الاكل وهياكلوني وهياكلوا الراجل. حرام عليكم. انتوا عايزين ايه؟ اقفل المحل. حرام عليكم. ابعد عني ده. اقفل يا ابن المحل.